اسعد الله مساكن بالخير وسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد، منورين قناتكم. وصل زد 71 التاهو 2021 عند مين؟ عند معرض دار النخبه. شوفوا منزل هيدروليك، شايفين هذا اقل مستوى بالهيدروليك. الزد 71 هذا زيه زي الاتي 4 باليوكن في هيدروليك، ومجهز تجهيز قريب تجهيزات البر، كفرات عليه نص حجري تقريبا قدير جنط 20، الشناكر اللي قدام، الدواسة اللي هنا، هذا خلينا نشوف لكم الألمنيوم والحديد، هي ألمنيوم اليوم مقوى، الشعار هنا زد 71، الماكينة طبعا نفس ماكينة التاهو واليوكن اللي هي 5.3 بقوة 355 حصان والعزم 519 نيوتن. هذا شكله معجم ما شاء الله تبارك الله. برفع لكم الهيدروليك، خلوا اوريكم عشان ارفع الهيدروليك. شوفوا شلون، انا قلت لكم اعتذر، انا قلت لكم ان الهيدروليك اوتو طلع فيه نفس الفرار حق الوضعيات، في زر حق الهيدروليك، فاعتذر منكم الغالي. شوفوا هذا هو، شوفوا الهيدروليك وين، هذا هو، هذا الهيدروليك، هذا انا ما انتبهت يوم اصور لكم ما انتبهت للزر، فهذا الهيدروليك تضغط من هنا بيجيك بالشكل هذا تفر. وضعيات الهيدروليك كم عندنا؟ عندنا أربعة. شوف هذا الأول، نزول آخر شيء، ومتوسط، المتوسط شوف بين المتوسط والأعلى، هذا ترى تبتسمع الصوت وقت الرفوع بالهيدروليك، فالوضع طبيعي. شوف هذا أعلى شيء، هذا أرفع شيء، ننتقل لوضع الدبل. طبعا مجرد ما تغير وضعية القيادة على الأفرود راح يرتفع. اختار زيه زي الليكسس وزي الفي اكسس والفي اكسر. شوفوا شلون ارتفع، شايفين؟ شوفوا التعليق نفس اليوكن التاهو العادي، ايه نفسه، بس شوفوا هذه حقت الهيدروليك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الوجه الشرقي يختلف عن العادي، هذا فئة البريميوم وهذاك فئة الالتي، وفيه الالتي هذا الابيض. شوف الفرق بينه وبين الكواجهة، بينه وبين الزد 71 الشبك، قصة الشبك تختلف، قصة الشبك تختلف في فتحات، هذا جاي بخط مستقيم، الصدام تقريبا نفس الصدام، مخارج الهوك اللي جاي باللون الاحمر، وهذا المفتاح طبعا فيه تشغيل عن بعد 1 2. اللد النهاري، انوار ال اي دي، سقف الموتر، التكحلات كلها جايه باللون الاسود، الجنط مقاس 20. مشارب المرايه كل شيء جاي تكحلاته باللون الاسود، حتى السله. هذا الشبك، الشبك كامل بالاسود الا اللي بالنص جاي بلون قريب للرمادي المطفي كذا لمعه. شعار زد 71 وركب الجهة الخلفية، احنا ذا رافع الهيدروليك، صافية وقود نفسه نفس باقي الفئات، هذا حجم الماكينة 5.3 2021، دفع خلفي اكيد، دفع رباعي اساسي 9.8، وهذا شكل المباراة ما شاء الله تبارك الله. صبات اليدي، حساسات خلفية، وهذا اذا انت حطيت رجلك راح تفتح الشنطة، يعني هم حاطين لك هالشي هذا انه يعلمونك ان هذا مكان الشنطة، بس يبير بالأحيان تركيز او اعادة برمجة ويضبط معك. الصف الثاني تحكم بكراسي كهرب، هذا حق كهرب، فيش ثلاثي اضاءة، لك بالصف الثاني بس ما في شاشات خلفية، الاتي فور في شاشات خلفية وبصمة على جميع الأربع أبواب، مراتب جلد وتخشيب اللون الرمادي، سماعات بوس، عندنا تحكم بالمكيف هنا، تسخين ومخرجين تايب سي، في مخرج كهرب، السقف رمادي وسقف بانوراما. الاتي فور تذكرونه فيه مخطط باللون البني شكل مراتب الجلد، هذا سقف بانوراما بدون شاشات خلفية. هذه جهة السواق، شوفوا ما شاء الله.
هنا وش عندنا؟ طفي المحرك، سكر حساسات الخروج عن المسار، زر فاصل مع الانزلاق حق المحدرات، تسكير الرباقات الجانبية، تحكم بالنور، الدبل دبل ثقيل، وضعية قيادة. راح نشوف الحين شغلته. هذا الهيدروليك شفته؟ ما انتبهت له، هذه مصوره لكم ذاك اليوم. فالهيدروليك فرار وتقدر تتحكم فيه يدوي. كرسي كهرب، مراتب الجلد، اللون الرمادي. خلونا نركب نكمل. نقول بسم الله على الستارت. شوف اربع كاميرات ولا لا. توصيل، هذه بيشبك كاربلاي، بيلو سيت اب، ما ادري ايش. احنا بكاربلاي كذا كذا. هي نضغط حسب زر الكاميرا، معليش نشوف من ورا جوا. هذه كاميرا، اربع كاميرات، 360 درجة دقتها كويسة بعد. طيب وش باقي نوريكم يا الغالين؟ خلونا نرجع للهوم. المناخ ومكيف راح يكون بالشكل هذا. هذا امامي ونشوف كيف ذبحنا الحر. وش عندنا بعد؟ وش عندنا يا طويل العمر؟ خدمات انترنت تدعم انظمة الجوال، في جي بي اس، الكاميرا شفناها. هنا الجير راح يكون بعشر سرعات، ازرار مثل ما شرحت لكم قبل، فتحات التكييف، مساحة تخزين هنا، زر التحكم اللي هو بالشاشة، هنا تحكم بالمكيف، وهنا التسخين والتبريد، وحق المكيف الخلفي في شحن ويرلس حامل الكوا. تكاي البنس جاي بحجم كبير، مخرج تايب سي، يو اس بي. بس خلصنا. السعر يا ابو بندر، هذا السعر ب 269 الف. نضغط هنا، خلينا نتصفح هذه شاشة المعلومات اللي بالنص، اللي جاي بحجم 7 انش، فيها كل معلومات السيارة، درجة الحرارة، الراديو، الإعدادات، كل الأشياء هذه سهلة تعرف وراح تعرفها بسرعة يعني. بس يضينا أوريكم وضعية القيادة وسكر الباب. أنا بشوف هل الهيدروليك ينزل زي اللاند. اللاند إذا الباب مفتوح ما ينزل. السيارات الأوروبية حتى لو الشنطة والأبواب كلها مفتحة ينزل ويرتفع الهيدروليك. خلونا نجرب نشوف. أصبر، أبغى التفر هذا الفرار حق وضعية القيادة. شوف اذا فريت كذا بدون ما تضغط الزر هذا راح يطلع لك حق وضعيات القياده اللي هو شوفوا طرق وعراء رياضي وعادي مقطع. هذا الان اربع وضعيات، واذا كبست على الزر حق الهيدروليك راح يجيك بالشكل هذا. شوف الخروص الارض عند الدخول عند الخروج، هذا اللي بينزله مره. شوفوا ما نزل، يعني زيه زي اللاند. لازم تسكر الباب. نسكر الباب. جاري خفض السيارة، شفتوا؟ لازم تسكر الباب حتى الشنطة، مثله مثل اللاند واللكسس. شوف حتى هنا يطلع لك. شفتوا قبل شوي كان نازل آخر شيء. أنا ودي بالرفع، نرفع الحين. لحظة. جا فيه أربع وضعيات للهيدروليك. الحين وينزل. شوف صورت لكم قبل شوية هو مرتفع، الحين صور لكم وهو نازل. خلونا نشغل النور. بس الإضاءات والسقف كلها هذه عارفينها، ما يحتاج تسقف من وراها. روعة سقف الغرام اللي نزلت صراحة، روعة. أوريكم الحين النور الخارجي. والله شوفوا نزل، شوفوا نزلته من آخر شيء. الأنوار، أنوار LED. شوفوا ليد النهار شلون جاي ما شاء الله، والله هو جميل صراحة. بدعوا اليوكن والتاهر، بدعوا بهالموديل من أحسن ما يكون. شوف هذا التي، هذا الارتفاع صار ارفع من اللي قبل. هذا اهم شيء، من الموديل قبل ارفع. هذا وضعيته الطبيعي بدون هيدروليك بدون اي شيء كذا. شوفوا ارفع من يوم نزلته، هذا نزلته تحت. وبس خلصنا يا غالين. هذا مصورين لكم من قبل بريميوم تغطية سريعة، بعد كان في عندهم لون ابيض، فكل المواتر الوسط عندهم كلها
صورناه موجود بقسم الفيديو. بس اي مقطع ببالك اي سياره، ترى بقسم الفيديو فيه فوق 2300 مقطع. اي مقطع تجربه، اي سياره، اي شيء اي شيء، بس اكتب اسم السياره وموديلها ورمز القناه اللي هو نمر 2500 راح تطلع لك بالبحث. علشان اذا احيانا انا اقول لكم دايم بالوصف وانسى. فافضل شيء انك انت تبحث كذا بالطريقه، بس تكتب اسم السياره وموديلها ورمز القناه نمر 2500 وراح تطلع لك. الصوت هذا صوت الهواء، هذا علشان الهيدروليك، ترى طبيعي جدا جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله، جميلة الموتى، جميلة خاصتك. حلات البلون الأسود هذه، أنا ودي أشوف اللون الأبيض بعد، ودي أشوف اللون الأبيض. هذا بريميوم، هذا بريميوم. شوفوا الشبك شلون يختلف، قصة القطع هذه شايفينها صغيرة تختلف عن هذا، وللالتي بعد يختلف. بس خلصنا، أرقامه محسباته كلها تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.